بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الإخوة يعني سألني سؤال، قال لي أنا نحب نعمل منوم تاع أو حساس تاع مروحة وحده البرة في الخرطوم تاع الماء، يعني نحب نعمل حساس تاع مروحة في الخرطوم تاع الماء، كيفاش نعمله؟ كيفاش هو العملية اللي نعملها؟ سألني يعني كيفاش يحب يعمل حساس كيما هذا، مش حب يعمله في ديريت كيما هكا، شنو المشكلة اللي عندك؟ يا يعني اما تقص ديما ديريت اللي يخرج من الماء ماشي يخرج الماء ماشي للمحرك اللي هو الفوقاني. اذا كان هو ما عنده تي كيما هذا، شوفوا هذا كيف عاملينها تي حلوة، يحط المانو يعمل الفيلتاج للمانو ويحطه كيما هذا هنا، شفتوه؟ يعني عملية سهلة هكا، يمشي نتاع يمشي لحد يعمل له جعبة كيما هكاك، جعبة نتاع يعني تيوب هكا او خرطوم نتاع حديد او نحاس او كذا، ويحملوا فيها فيلتاج، اللي هو المكان هذا يسمو في خاطر يسمو فيلتاج، هنا هذا فيه فيلتاج لخاطر يسمو، ويحطوا هنا في المكان هذا، هاو هذا كان فيه مانو كان فيه حساس وسكروه، يعملوا له هنا مكانه. كان عنده تي مثلا هكا ثلاثه، يعني مثلث نقول احنا تي، وكان عنده ديريت عادي زي هذا نفس الشيء، يقص هذا على اثنين ويجيب حاجه زي هذه من غير مثلث عاديه، جاب عادي ويقصها هنا في النص ويحط فيها يعني فيلتاج او يعني يسموه حلزون او فلتاج اللي هو باش يركب فيه المانو هذايا، تحطه هنا يجي هنا هكا هنا، ويعدي له خيط موجب من البطري او من الكونتاكت، خيط موجب لهنا، وخيط الاخر يحطه في المروحه طول مع اخوه، يعني مع المروحه هذه مع اخوه هنا، اذا كان يحب يعمل ديريكت وسهل العمليه. خيط واحد خيط من السالب من الموجب من هنا، خيط من الموجب يمشي حتى للحساس، يدخل هنا في خيط، ومن بعد الحساس يخرج منه خيط يمشي للمروحه طول. هذا من الافضل يعملوا مع الكونتاكت، يعملوا مع الضربه الاولى نتاع المفتاح، باش وقت يطفي السياره يطفي معها المروحه، عمليه سهله ما فيها شيء. بعد ما يقص قلنا يعملوا ديريت ويحط هذه هنا، والعمليه نتاعها ما فيهاش حتى اشكاليه، سهله. ياخذ خيط من الكونتاكت اللي هو جايب الضوء للكونتاكت ويحطه هنا في واحد من هذوما، والخيط الاخر يخرجه من هنا يحوزه للمحرك طول. طبعا لازم المحرك يكون فيه خيط السالب نتاعو راكب، المحرك نتاع المروحه اللي هو الموتور نتاع المروحه هذا، لازم يكون فيه السالب نتاعو موجود فيه خيط، لان فيه مزود وفما فيه ثلاثه انت من النوع، لازم يكون فما خيط سالب موجود في المحرك نتاع الموتور نتاع المروحه، والمانو تركب هنا، الحساس يركب هنا في الديريت يعني بسهوله تامه، ما فيش حتى شيء يتقص. هذه كما قلنا يعني كما العمليه هذه سهله، هو هنا هو محتاجش السيد اللي صاحب السياره هذه محتاجش لحساس باش يحطه هنا، لان عنده حساس نتاعو في الفرديت، اما نجم يكون في المكان هذا يعني في شيء سهل كما هكاك. ان شاء الله تنفعكم حالك كما هكا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.